حياكم الله معنا من جديد مشاهدينا، ومع هذه الأنغام الجميلة ومثل النسيم دائما نحب ان احنا نرحب بزملائنا اللي يكونون يعني عنصرين من الوسط الفني والإعلامي. يعني صراحة تكون فرحتنا كبيرة جدا، نتمنى لهم ان شاء الله ان الزواج يظل العمر كله ويكون اكيد يعني ذرية صالحة من نتائج هذا الزواج. ومعنا اليوم الفنان عبد الله التركماني اللي نرحب فيه ونقول له ألف ألف مبروك. الله يبارك وحياك فيك. الله معانا أخوي عبد الله. الله يسلمك ويخليك، يعني شكرا على هالأنغام وهالجو الجميل، وشكرا على هالترحيب، وشكرا أن خليتونا أول الناس نظهر في تلفزيون دولة الكويت، لأن هذا الشيء يعني يسعدنا ويثبت صدري أنا جدا. يعني الله يحفظك، شكرا. الله يسلمك. طبعا احنا استضفناك اول شيء. هذا الكنز راح نمليه ان شاء الله بعروستنا، لكن ترى جايبها وياي الناس. واحنا ليش خليناك بروحك؟ اول شيء بنعطيك كم من سؤال نشوف مدى التوافق بينك وبين زوجتك. ما في توافق، هو ما في توافق، توكم عروسين قاعد نقول. نعطيك كم من سؤال بنشوف مدى التوافق. نبلش بالسؤال الاولاني. تفضلي. اول مطعم رحتوا مع بعض بشهر العسل؟ في كذا مطعم، هي انا ويا زوجتي احنا نحبه جدا. اول مطعم رحناه مع بعض هي طبعا تبينا في العرس، وتبي يعني انه بعد ما تزوجنا، ولا ما انا كنت احبها حد دي في وايد اشياء. شو اللي تعمل بعد ما تزوجنا؟ اول ما ملكنا خذيتها في مطعم كان في برج النصار، مطعم حتى ايطالي، حتى اللي حجز لي صديقي مهندس المقداد، كنت مسوي لها تفافيخ وورود، حتى هي انصدمت يعني ما توقعت ان انا رومانسي لهالدرجه. ما اذكر حتى اسمه بصراحه، بس هو في برج النصار والاغلب يعرفه. يعني الفيو ماله كان مدينه الكويت. الله عليك، انك رايحه. عرفته. اي بس هذا هو. واول هديه هديتها اياه؟ وايد هدايا هديتها في حياتي. حلو الواحد لما يهدي زوجته شي هدايا وايد. بس انا بقول لك سر. هو ما عرفتي يقول لك شي عشان اذا نسى شيء يقول من كثرهم نسيت. لا والله ابد. شوفي بس انا اطلب منكم طلب، لما تسالون زوجتي قولوا لها شنو اول هديه جاب لك اياها عبد الله قبل لا تتزوجون واول مره في حياتك، راح هي تقول لكم اللي انا بقول لكم اياه. جبت لها فواكه وجبت لها كاكاو كندر بانواعه. هذه اول هديه صراحه يعني. حلوه الهديه. واول هديه هي هدتني اياها كان كاب. كاب؟ اي كان كاب، كنت انا اسكت يعني. اي جازجيت كان من ارماني وضيعته بيني وبينكم. ضيعته بعد؟ اي كان لونه اسود وشرت لي واحد ثاني لونه كحلي. انزين وبعد الزواج هذه اول معرفتكم؟ هذه اول هدايا؟ هذه اول بدايه تحس يعني الجسم. هدايا يعني انا شوف خليني اقول لك على شغله استاذه غاده، انا زوجتي لانها هي انسانه بسيطه، فالهدايا اللي اهديها اياها ما تكون ذيك الهدايا اللي ممكن تكون ممكن في عيون البنات اللي هي جناط وغيرها. في عندها هديه هي تعتز فيها، حتى لو تسالينها تقولي لها شو الهديه اللي تعتزين فيها؟ راح تقول لك مجسم لسندريلا والامير في اللحظه اللي هو بعد ما انه او عفوا قبل لا يتزوجون، لما يطيح اللي هو اللي هو تكرمون حذائها اللي هو الكريستالي الزجاجي. هذه اكثر هديه هي تعتز فيها. بعد الزواج الهدية اللي هديتها إياها يا طويلة العمر في السفرة، شنو ما تبي شرت. هذا اللي أنا ما أدري شنو. على ذكر السفرة، من اللي اختار رحلة شهر العسل، أنت ولا زوجتك؟ والله الظروف. 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 إحنا كان الهدف إن إحنا نروح أوروبا، بس بقدرة قادر إن ما قدرنا نطلع الفيز في وقت مناسب، فاضطرينا إن إحنا نروح شرق آسيا، وأنا كنت حاب شرق آسيا لأن كان الجو راح يكون أجمل واستمتعنا فيها. يعني كل شيء سوينا، ما سوينا جمل، كل شيء سوينا. إنزين يعني أنتوا قلنا للمشاهدين أن عرسان يدب. الله يحفظك. زواجكم كان 24/12 يعني صحيح. حتى ما كملتوا باكر تكملون شهر. يعني تازة على طول يعني. والله فريش جايبينهم. الحين عاد لازم تدخل عروستنا. يعني فرقناهم وايد الحين بعد وايد عن بعض. حياك الله حبيبة. I'm
مشكلة لما تزوجين ممثل تصير الحياة كلها دراما. حياك الله يا هلا فيك حبيبة، وسعداء بوجودك معانا، وألف مبروك الزواج، وإن شاء الله يا رب يستمر العمر كله، ونشوفكم دائما بهالتوافق والتناغم الجميل. آمين يا رب العالمين. نفرح فيكم بأول مولود، يعني نصيف المرة الجاية ومعاكم البيبي إن شاء الله. المرة الجاية بعد سنة إن شاء الله. موعدنا معاكم كل سنة. اللهم آمين. إن شاء الله يا رب. نتشرف إحنا بالعكس بوجودنا معاكم. يعني حبيبة توا عبد الله أول ما دش كان يقول كانت غلطة عمري. صح. صحيح الكلام. ممكن مرة أقول لك إياها. يقول لي غلطة عمري. ممكن مرة أقول لك إياها. بس تصدقينها أنتي؟ تصدقينها؟ لا ما أصدق صراحة. أكيد ما أصدق. لو أسمع بأذوني ما أصدق. بس شيء اشترى لكن ما قال. أنا أقول هو غلطة عمره إنه ما خداش من قبل. شفت شلون؟ على فكرة يمكن هالكلمة أنا قلت له إياها أمس. صدق؟ قلت له يعني دائما أقولها بس أمس تحديدا قلت له أنت ليش ما خذيتي من قبل؟ عموما أنا جدا سعيدة إني أكون معاكم في هذا البرنامج اللي أنا أعتبره صراحة الأول على مستوى الكويت. صحيح. واليوم قعدتوني بغرفة كذي ما سمعت شنو قاعد يصير، بس اللي عرفت إن في أسئلة كذي خاصة سألتها. الحين راح نعرف منك، سألناك من سؤال قلنا راح نشوف الأجوبة معك راح تتطابق ولا بعد، يعني عادة الأهم شيء إنه مو تقعد تقولها إيه بدينك ماسكها تقولها إيه لا هذا خلاص نخري إذن والله إذا طقة واحدة يعني السؤال مو لهالدرجة غش. عاد عبد الله كنا خبرة بالغش. إيه أنا خبرة. أنا في الغش. أيام مدرسة ما كنت أغش ترى ما مو كلام صحيح. لا كرامتك ما تسمح. لا والله أبد والله لا بالعكس. راح أبلش معك بآخر سؤال سألته إياه. أوكي. منو اللي اختار فيكم شهر العسل الرحلة؟ منو اللي اختارها؟ إيه. أنا وهو. وين كانت؟ احنا رحنا اول شيء سريلانكا، بعدين رحنا ماليزيا، بعدين تايلاند، وختمناها بعمان. حلو. السؤال الثاني جميل جدا. نبي نعرف اول مطعم رحتوا بعد الزواج طبعا. يعني انت يقول يعني شنو يعني انت غشش لا 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 يعني عفوا لا عشان تكون عشان تكون واضح الحين احنا لما ملكنا 25 احنا ملكنا 25 7 تمام وين رحنا؟ رحنا مطعم التسيمو يمكن اللي وين صاير؟ اللي برج النصار. ايوه لا نجحت الحمد لله. بس اول اجابه ما في سؤال. السؤال الثاني كان عن اول هديه. اول هديه هو قاعد يطالع يقول ان شاء الله تقول صح. احنا راح ناخذ منك اجابتين. نبي اول هديه بالمره يعني اول ما تعرفتوا على بعض اي قبل الزواج، وبعدين ابي اول هديه بعد ما تزوجتوا. أول هدية فواكه. لا على فكرة في موضوع يمكن غريب بس يعني أنا ما بيأدش بتفاصيل وايد، لكن قبل لا نتزوج أنا كنت مشتركة بنادي بالجابرية وعبد الله ساكن بالجابرية، فكنت كل ما أطلع من نادي أشوف عبد الله واقف قدام النادي جايب لي فواكه. ما أدري شنو الفكرة بس إنه يعني ما يمتنك يبي يساعدك قاعد يحاول يتقرب بس ما أدري شلون. لا والله ويت لها كندر بأنواع تناقض يعني فواكه وكاكاو يعني بعد ما تخلص التمرين تمتنها تقدر تحط لحد موقفك بعد ما تخلص التمرين تاكل الكاكاو وقبلها تاكل الفواكه يعني أحد يحاول أسوي أي شيء علشان لا تفهمينا غلط. ترى مو قصدي شيء، قصدي شريف يعني ما بيجي أن جسمك أوكي يعني. إنزين وبعد الزواج شنو كانت أول هدية؟ أو أنتي شنو جبتي له أول هدية؟ أول هدية بالمرة. لا قبل الزواج. أنا قلت ترى بس ما أتوقع راح تقولين غلط. أنا أعتقد 90%. والله أنا جبت له وايد هدايا صراحة. دائماً النساء أول هدية كانت مميزة. أول هدية مميزة. والله يمكن كاب. اي صح كاب اتوقع ما شاء الله يعني. وبعد الزواج على فكره هو خذ الكاب وضيعه بلوكيشن وانا وايد زعلت. صحيح. وعقبها حتى عقب الزواج جبت له اسواره وضيعها بالمطار. ضيعتها بالمطار. شو السالفه قصه التضيع بس لا بس سوى حركه ما انساها صراحه انه رحنا نفس البوتيك واحنا كنا بماليزيا كنا
وراح دور على الإسوارة نفسها وشراها عشان ما أحس إن يعني ضيعت الهدية. قاعد أحاول أصير رومانسي. لا والله شوف أنت شكلك ترى فيك رومانسية مع أنك تحاول تبين العكس. لا والله أبد هي دائما تقول لي أنت مو رومانسي. هي على فكرة دائما في مرات المرأة تحتاج أن تسمع كلمة حلوة بس أنا ما أقولها. هي مرات تقول لي ما تبي تقول لي شيء لطيف. هذه كلمتها المعتادة. لما أقول لها باختصار أقول لها كلمة واحدة أنا بتلشت فيك. لا لا حلو بقول لها إذا هذه تقول شيء لطيف. لا صراحة عبد الله دائما يعني ما يحب يبين إنه هو رومانسي. أتوقع هذه شخصية الرجل الشرقي بشكل عام. لكن دائما هو رومانسيته بالأفعال. دائما يحب يفاجئني. إنزين إيش رأيكم ندخل الحين عاد بالأسئلة الصجية؟ إحنا معك. هذا مفيد خلاص يعني هذا كانت أسئلة دلع. الحين ندخل بالصج. يعني تزاوج الفن مع الإعلام معروف بالعالم كله. لكن عندنا يمكن بالشرق الأوسط شوية بالدول العربية وبالخليج خصوصا يعني ممكن يكون مثل هبة وبعدين تروح. يعني يتزوجون بسرعة يأخذون صيت وبعدين ينفصلون. صحيح. فشنو السبب يعني؟ أنا بصراحة مسألة الهبة هذه. خلانا أقولك أول شيء. ladies first عشان لا أرجع البيت وأنا نايم برا. عندك الجواب أول. ودائما حد يطلعني شرير. لا طبعا هذه يمكن هي فكرة دارجة لكن أنا أعتقد لأن إحنا في وسط تحت الأضواء. فيصير ان فلان انفصلت من فلان فالناس كلها تتكلم لكن لما نقيس على الحياه الطبيعيه ترى في وايد حالات انفصال قاعد تصير مو على مستوى فقط الفنانين وفي المقابل في اثنين في وايد متزوجين وايد زواجاتهم ناجحه يعني بس يعني هذا على مستوى الفنان يعني يعني انك تاخذ القرار خاصه انهم يبتعدون عن انه يتزوجون ويأخرون بالضبط من الوسط الفني شلون انت قدرت تقدم على هالخطوه هاي انا عشان اكون معك صريح يمكن هي زوجتي عارفه هذا الشيء اختياري لها ما كان عبث يعني هذا الشيء انا ولا مره قلته في الاعلام يعني طول عمري ان انا كنت ابحث عن مرأة ممكن تتحمل ظروفي كوضع ان انا كمخرج او كفنان يعني مهنتنا صعبه وفي عيون الناس تعتبر مهنة وايد بسيطة مع أنها هي وايد متعبة ومرهقة وتأخذ من الجهد وتكبر الإنسان وتعطيه يمكن بدال السنة 3-4 سنوات وهذا الشيء لو اللحظة بالأطفال الأطفال اللي عندنا قاعد يكبرون بدال السنة 3-4 سنوات اللي عمره 8 سنوات تلقين مخه 14-15 سنة وهذا الشيء إحنا قاعد نشوفه بأطفالنا اللي موجودين بالوسط الفني حاليا فاختياري لها ما كان عبث لأنها تحملتني فعلا لأنها ما باعتني لأنها تمسكت فيني لآخر لحظة لأنها وثقت فيني فهذا الشيء أنا كنت أحتاجه في هذه المرأة في مواصفاتها زائد أن هي فعلا تكون ملامسة على الأقل أو أن تكون مراقب أو معايش للوضع اللي إحنا فيه متين تقولين لي أنه والله هل هي تتحملك هذا الشيء اللي حصل معي خلال السنوات اللي أول مرة بصرحها في حياتي الست اللي أنا عشت معها ست سنوات عشت معها أنا 6 سنوات بعاد عن الـ عن الـ عن الأضواء أنا كنت حاب هذا الشيء أن إحنا نكون بعاد عن الأضواء فزوجتي تحملتني فعلا هذا الشيء أنا ما أنكره وأنا بهذا المكان ولحد الحين نفس ما أنت تفضلتي ما كملنا شهر أنا أقول شكرا لأنها هي قررت أن تتحمل شخص مثلي أنا على فكرة شخص جدا فوضوي جدا مزاجي جدا عصبي جدا رجل لكن عارفة تتعامل معي حبتني يعني بوضعي اللي أنا فيه ما حبت عبد الله الفنان لا حبت عبد الله الإنسان هذا الشيء أنا حبيته مع العلم تراها أنا اللي ركضت ورا زوجتي يعني أنا اللي كنت أحاول ألفت نظرها مو هي كانت ما تخوفت إنك ترتبطين يعني بفنان والله أنا تميت فترة طويلة مو لأنه مو قصة فنان أو غيره يعني أنا للأمانة كنت رافضة فكرة الارتباط لأن كنت أحس إنه شوي عندي طموحات للحين أبي أحققها وكنت الأوان أعتقد أن دائما الزواج هو اللي يعني يوقف عثرة قدام أي إعلامي أو أي أو شخصية نسوية تبي تنجح بحياتها بس هو أقنعني بالعكس أكيد من خلال تصرفاته من خلال تشجيعه يعني في من ضمن الأشياء اللي وايد شجعني عليها دخولي للمعهد صحيح وأنه قال لي من أول يوم دشيت في المعهد قال لي أنت لازم تطلعين الأولى ما يصير ما تطلعين يعني شيء مميز وطلعت الأولى على المعهد فعلا صحيح فحبيت الفن وحبيت وايد أشياء هو حببني فيها صراحة يعني هذه أشياء والله يعني قاعد تذكروننا في أشياء ما راحت تمت موجودة معنا وعالقة بالذهن بس ما نحب نكتب يعني نقولها وايد يعني يمكن وكانت أشياء علاقتنا يعني. وايد يعني غريبة شوي سرية إن لا ما فيها هالشعور إن أحبك وتحبيني يعني كان
وايد الوضع أرقى من كذي بوايد، ما أدري شلون أوصفه، لكن أنا أول مرة عبد الله قال لي فيها أحبك لما أول ما ملجنا. صحيح. فعلاً يعني من بعد 6 سنين أول مرة. ما ولا مرة. كانت كل مرة تقول لي عبد الله قول لي إن أنت تحبني، ما كنت ما أقول لها. بس كانت هي. أنت كنت تبي تثبت لها من خلال التصرفات. لا الخوف. يعني؟ الخوف خايف من شنو؟ أي شخص أو أي رجل مثلي مثلا يخاف أنه يقول حق بنية كلمة أحبك وبعدين ما يقدر يحقق لها اللي هي تتمناه من الرجل اللي تحبه. وأنا كشخص مريت، يعني أي إنسان يمر في علاقات وهي عارفة أن أنا مريت في علاقات حب، ويعني الله سبحانه وتعالى ما كتب أنه اكملت، يمكن لهذا السبب أن هي تكون قاعدة قربي الحين حاليا، لأن الله سبحانه وتعالى دائما يخش لك الشيء الأفضل. اللي أنت الأفضل واللي أنت عمرك ما كنت تفكر فيه، وهذا اللي حصل. كنت دائما أقول حق روحي لا تغلط وتقول حق بنية كلمة أحبك، يعني أن لا تعطي قرار في فرح أو في غضب، أو هذه كلمة دائما تقال، لا تكون وايد فرحان وتقص على نفسك وتقول قرار أن أنا ترى أحبك وممكن أتزوجك وإلى آخره، لا ممكن ما يصير، راح تكتشف أن في وايد اختلاف. بس أكيد هي كانت حاصة طول هالفترة هذه. أنا أقول لك شلون كنتي مع المعجبات؟ لا لا ما راح أعرف شلون كنتي مع المعجبات. قلت لك مرة من المرات دقت علي تليفون تبكي، تقول لي ترى التكييف خربان، اشتري لها مكيف. تبكين عشان تكييف؟ اي لانه كان حار ومو قادره تدرس. زين حبيبي غصب لازم كل شيء. لا يعني هاي واحده من لا عشان اوضح لك هي شنو كانت تقصد بالافعال. فكان يعني ممكن لو واحد ثاني ممكن يقول لها ما عليه تحملي ايا كان، بس لا فعلا كان الساعه يمكن 2 الفجر او 1 بالليل اضطريت ان انا اطلع اروح حق اكسايتي الغانم واروح اشتري تكييف وافضل نوع واكبر نوع واشغله واتاكد انه تمام وهات ترى هذا شغال يلا شغلي ودرسي. هاي واحده من الاشياء ما حد كان يعني يعرف. ما شاء الله انتم الحديث معاكم صراحه ممتع جدا، بس انا لي عتب عليك يا حبيبه ان انت شويه تاخرتي عن العمل الاعلامي، احنا ما نبي الزواج يعطلك خصوصا ان عندك زوج داعم لك، فنتمنى ان شاء الله نشوفك قريبا بالبرامج. وعبد الله شنو اخر اعمالك راح تكون القادمه ان شاء الله؟ والله يعني في وايد مشاريع ما تاجلت، لا بتي وقتها، بس أكثر عمل إلى الآن الحين إحنا في طور تحضيره اللي هو مع الأستاذ محمد دحام الشمري اللي هو كحل أسود وقلب أبيض، راح أكون مع الأستاذ محمد دحام في كاس الإخراج. يمكن ناس تتساءل تقول إن أنت كنت مخرج، وزوجتي حتى تساءلت نفس السؤال إن أنت مخرج فشون ممكن تعمل حاليا تحت إيد مخرج ثاني. في فيلم قصير كأنه صح قبل أنسى في فيلم قصير المفروض أن أنا أكون معاهم في ريال الكويت، بس اعتذرت منهم لأن زوجتي ألحت علينا لما تكون أنت معاي ما تكون مع الفيلم حطها ضحكة. لا تلفزيوني أنا دائما أحس بالمسؤولية، يعني لما تلفزيون الكويت تحديدا يطلبني أو يطلب عبد الله دائما أكون حريصة أن إحنا لازم نلبي لهم، وهم بالدرجة الأولى وبعدين أي شيء ثاني. صحيح. فهذا العمل إن شاء الله اللي راح. ما قلت شلون يعني وافقت أنك تكون عفوا تحت صحيح. إدارة محمد دحام اللي ما حد يعرف أن هذا الرجل أنا ما يمكن أتناسى أو أنسى وجوده في حياتي، لولا هذا الرجل ما كنت أنا جالس معاكم في هذا المقعد، وما الله سبحانه وتعالى وفقني في حياتي الفنية وما التقيت معاها. أحد الأشياء أن ما أقدر أستغني عن أستاذي، فممكن أكون إيد معاه مطواعة. أحد الأشياء اللي ما يدري عنها محمد دحام الشمري أن كنا قاعد نصور في 2007 مسلسل اسمه أنين، فكان المفروض هو أحد المدعوين في برنامج زوجتي تقدمه اسمه 3 في 3. هذا أول لقاء لي مع عبد الله. هذا أول لقاء كان مع زوجتي حبيبة عبد الله. لو ما اعتذر محمد دحام وخلاني أنا أروح بدالك ما التقيت على تلفزيون الكويت كان زوجتي. نصيب هذا الله يوفقك. الله يوفقكم ان شاء الله ويسعدكم ان شاء الله. دور هالوقت هذا يكون البيبي بدايته ان شاء الله. اللهم اللهم مشاهدينا لا تروحون بعيد، راح نرجع بعد البريك مع فقره زميلنا وين فيه.